إن مناخنا اليوم قد عمته البلوى والفساد والبدع والمنكرات، فكيف نصلح هذا المناخ؟ وإلى متى ونحن نضع رؤوسنا في التراب؟ المناخ محل العمل ومحل الدعوة ومحل التوجيه، فالواجب على ما عنده وعنده علم أن يبذل علمه في الخطابة والكتابة والمحاضرات حتى يسعى في نشد دين الله، وحتى يقوم بنصيبه من ذلك، ولا يضع رأسه بالتراب ولا في نفسه. فالواجب على كل من لديه علم أن يعمل ويجتهد ويقول الحق وينشر الحق. وقد وجد بحمد الله الآن من يقوم بهذا ومن يسعى لهذا في دول كثيرة وفي أماكن كثيرة، يسعون لنشر دين الله ويتعلمون ويتفقهون في كليات لا تعلم الدين، وتعلم الهندسة وتعلم الطب وتعلم كذا وكذا، وظهر بين طلابها طلاب أخيار ينشدون دين الله وينصرون الحق ويدعون إليه، فضلا عن الطلاب الذين يكونوا في كليات أخرى، كليات الشريعة وأصول الدين وكليات الدعوة إلى غير ذلك. ونشأ آخرون ليسوا في كليات، وتعلموا في المساجد وتعلموا من أهل العلم، قرأوا كتاب الله ودرسوا ما تيسر سنة رسول الله عليه السلام، وحضروا حلقات العلم فاستفادوا، وكان لهم نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير، وهم يزيدون بحمد الله ويكفرون.